لكن ما فيش متعادلين بعض. واحنا ما عندناش مشكله والدنيا ماشيه حلو. طب خلينا نسمع كابتن عبد الجليل راي الجندي المجهول حسب كلامك، الكابتن احمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصه. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير مساء الخير استاذ احمد، مساء الخير كابتن عبد الجليل. مساء الخير يا كابتن منش. كابتن منشاوي سعداء بمشاركتك معانا، ومن دقيقه واحده كان الكابتن عبد الجليل بيقول في مدرب هو بعتبره الجندي المجهول وهو اللي شايل عني، الكلام على لسان كابتن عبد الجليل بيقول شايل عني 70% من التفاصيل ومن الجهد الكبير دلوقتي جدا في قطاع الناشئين. اولا تحب تقول ايه عن عملك مع الكابتن محمد عبد الجليل وعلاقتك بيه، وعن عبد الجليل اللاعب الموهوب جدا والانسان والمسؤول في نادي مصر المقاصه؟ هو في البدايه طبعا انا سعيد جدا نعمل مداخله في قناه النادي الاهلي النادي العظيم، وبشكر الكابتن عبد الجليل دايما، هو بصراحه يعني بتواضع منه ان هو يعني بيخفي حقه دايما، لكن لما الكابتن عبد الجليل كان موجود مع الفريق الاول وتشرفت بنزوله مع القطاع بامانه، يعني لقيت العمل مع الكابتن عبد الجليل عمل جميل جدا. الكابتن عبد الجليل بسيط، بيسمع اول سنه نزل على القطاع كان بيتفرج بس على الدنيا كلها وفي الشغل، بعد كده بدأ كابتن عبد الجليل وجوده معنا فرق معنا كتير بامانه، بيتابع الفرق كلها، بيتابع مدرسه الكوره. انا بشكره، هو يمكن بيديني اكتر من حق بامانه، وانا بشكرك كابتن عبد الجليل. لا يا كابتن منشاوي بامانه والله، يعني انت اللي بتعمله قدام عيني، انا ساعات بقول له يعني حرام عليك نفسك، يعني هو النهارده يعني بيحب شغله قوي، يعني بيبذل مجهود مبالغ. انت بتتكلم منين دلوقتي يا منشاوي؟ انا حاليا دلوقتي بتكلم من مباراه الفريق الاول في تنظيم ماتش المقاصه وحرس الحدود في الملعب دلوقتي حاليا. يعني هو مدير قطاع ناشئين، الحمد لله مصر المقاصه واثقه في احمد المنشاوي لانه راجل منظم جدا بجد، هو اللي بينظم الماتشات بتاعتنا اللي هي الـ 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 الناس اللي بتقف حوالين الملاعب والصبيه بتاعت الملاعب، كل التفاصيل كل التفاصيل هو اللي بيعملها بصراحه، بيعمل شغل بعيدا عن الجانب الفني، هو بيعملها محبه فعلا، او كلنا بنشتغل بجد محبه عشان خاطر واحد اسمه الله محمد عبد السلام بامانه. عظيم مش عظيم. يعني حتى كابتن منشاوي يقول لك يعني هي الروح دي نتمنى تبقى موجوده عند كل العاملين في كل القطاعات والمدربين في الفنيين والقطاعات حتى غير الفنيه في كل انديه مصر، انها هترتقي بمستوى الكوره ومستوى النشاط. طيب اخيرا كابتن كابتن احمد المنشاوي، سؤال اخير، هل يعني حسب الكلام اللي سامعينه منك ومن كابتن عبد الجليل هنشوف عناصر مميزه بتطلع الفتره الجايه للدوري المصري من خلال بوابه مصر المقاصه وبتمدوا بيها الفريق الاول لمصر المقاصه؟ هل بتعد بان قطاع الناشئين وسياسات العمل فيه هتقدم لنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله؟ وان شاء الله طبعا القطاع يعني هنشر من 9 سنوات بالظبط بدانا نشتغل، يبقى فيه اهتمام اكثر من 4 سنين. انا من خلال برنامج بتقدم بالشكر لله محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجدي مشرف على الكوره، عندنا اكثر من لاعب كويس في القطاع، ان شاء الله نبدا نحصد اللي احنا اشتغلناه وتعبنا فيه السنين اللي فاتت دي. في كل فريق عندنا اكثر من 2 3 كويسين جدا، بس تتاح ليهم الفرصه ان هم يتشافوا فوق، هيبقوا حاجه كويسه ويبقى في تفريق للفريق الاول، وان شاء الله ده بمجهود الكابتن عبد الجليل ومجهود المدربين عندنا ومجهود المنظومه كلها، لان احنا عندنا الحمد لله عاملين يعني في انكار ذات للشغل، ما فيش فرق بين المدرب والداري وقصة علاقة طبيعية، كلنا واحد والمنظومة ماشية كويس بفضل الله، وإن شاء الله الفترات اللي جاية يبقى في أكثر من لاعب إن شاء الله بإذن الله مع الفريق الأول. بإذن الله موفقين في مهمتكم. بشكرك جدا للمشاركة معنا كابتن أحمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصة. توفيق يا كابتن منشاوي، النهاردة إن شاء الله نرجع كسبانين إن شاء الله. واضح إنه